تحية الوطن تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم وهذا أحمد المسلماني يحييكم السلام عليكم واحد خرافة أن معاهدة لوزان تنتهي عام 2023 هل كتير جدا مواقع وصحف وبرامج بتتكلم على أن معاهدة لوزان هتنتهي 2023 معاهدة لوزان هي المعاهدة اللي وضعت حدود دولة تركيا المعاصرة يعني حدود تركيا كان قبل كده السلطنه العثمانيه. بعد نهايه السلطنه العثمانيه بقى في دوله حديثه اسمها تركيا. دوله تركيا المعاصره اللي بتضبط حدودها واللي بتقر حدودها واللي بترسم حدودها هي معاهده لوزان سنه 1923. البعض بيعتقد ان بعد 100 سنه من معاهده لوزان هيبقى في تغيير في هذه المعاهده وبالتالي من 1923 الى 2023 والبعض بيقول ان العالم قلق من مرور 100 سنه على اتفاقيه لوزان وان رئيس اردوغان بينتظر بفارغ الصبر ان يصل الى 2023 علشان نهايه اتفاقيه لوزان والحقيقه ان كل هذا الكلام غير صحيح مفيش معاهده دوليه ليها جدول زمني محدد مفيش معاهدة تمتد إلى كذا وإلا ميبقاش لها صفة المعاهدة الدولية اللي هي بترسم حدود بين دول ما ينفعش نقول إن الحدود بين دولة كذا ودولة كذا المعاهدة دي بتضبطها وتنتهي المعاهدة وبالتالي تسقط الحدود عند عام كذا بمرور كام سنة سواء خمسين أو مئة سنة في فرق بين دولة تأجر قاعدة عسكرية أو إنها تستأجر مكان معين أو منطقة معينة أو ميناء معين وفرق إن في معاهدة دولية فيها أطراف دولية كتيرة موقعة وهذه المعاهدة بترسم الحدود بين الدول. المعاهدات اللي من هذا النوع ملهاش جدول زمني بتنتهي بعده ملهاش مدى زمني تسقط بعد بلوغ هذا المدى الزمني، وبالتالي كل ما يقال ان معاهده لوزان تسقط عام 2023 هو كلام غير علمي لا علاقه له بالقانون الدولي او بالمعاهدات الدوليه او ما استقر في الاتفاقيات الدوليه بين دول العالم. انما هذه الاتفاقيه حضراتكم هي اتفاقيه ثانيه بعد اتفاقية أولى اسمها سيفر معاهدة سيفر 1919 عد بقى كم سنة قليلة وبعدين تلاقي 2000 تلاقي 1923 معاهدة لوزان السلطنة العثمانية كانت واسعة جدا إنما انكمشت بعد كده وبعدين انتهت تماما وسقطت وأصبح في عدة دول من بينها دولة تركيا المعاصرة إنما الجدل بيثور لي. البعض بيقول انه لما نوصل 2023 وتسقط المعاهده يبقى تركيا في هذه الحاله تغير حدودها فتاخد اجزاء من سوريا تضمها لتركيا واجزاء من العراق الموصل وبالتالي كركوك تضم الى تركيا وبعض جزر بحر إيجة شمال اليونان تضم هذه الجزر الى تركيا فالبعض بيقول انه لو سقطت هذه المعاهده او انتهى مداها الزمني بعد سنوات قليله بعد خمس سنين في 2023 ده معناه ان تركيا تبقى اكبر مما هي الان وتتوسع تركيا وتعيد رسم حدودها من جديد فتضم الموصل العراق وتضم شمال سوريا وتضم مناطق من شمال اليونان يعني تاخد ثلاث مناطق من ثلاث دول هي اليونان وسوريا والعراق والبعض بيقول انه تركيا وافقت لما وقعت على معاهدة لوزان ان الموصل تبقى عراقية مش تركية بس بشرط ان يستمر العراق دولة موحدة وبالتالي اذا حصل انفصال لشمال العراق في هذه الحالة يبقى الاتفاق ان شمال العراق جزء من العراق الموحد ينتهي ويرجع في هذه الحالة الى الدولة التركية انما طبعا في اراء بتقول ان هذا الكلام غير صحيح وان الموصل هي جزء من العراق سواء دوله مركزيه او دوله فيدراليه انما لما نشوف في التاريخ المعاصر خلينا سنه 1991 لما صدام حسين قال ان الكويت جزء من العراق رد عليه وقتها ترجوت اوزال اللي هو رئيس وزراء تركيا وقال له والعراق بالكامل كان جزء من تركيا. وقال انه اذا طبقنا هذه المعادله يبقى العراق يعود الى تركيا ده بين انه مش في وقفه ضد المطامع العراقيه في دوله الكويت وانما في مطامع تركيه في دوله العراق وبعد كده ترجوت ازال قال ان ادى تعليمات للجيش ان هو يضم الموصل لكن الجيش لم يستجب البعض بيقول انه خد مزايا مقابل عدم دخول شمال العراق نيجي بعد كده 94 في رئيس تركي اسمه سليمان ديميريل الرئيس سليمان ديميريل قال لازم نغير الحدود وان احنا لنا اراضي بره تركيا لازم نرجعها مره اخرى الى تركيا عدي بقى 10 سنين 2004 كان الرئيس عبد الله جول وزير خارجيه تركيا وقت الرئيس عبد الله جول طلع وقال ان احنا لازم ناخد الموصل ولازم نوسع تركيا من جديد وإن دي حقوق تاريخية موجودة وإن طالما العراق بيقسم يبقى الجزء الشمالي ينضم إلينا لأن بموجب اتفاقية 26 وبموجب معاهدة لوزان يبقى في هذه الحالة يجب أن تنضم الموصل وبالتالي كركوك إلى تركيا. قلنا إن هذه الأسئلة القانونية غير صحيحة إنما ده جزء من الفكر السياسي السائد في تركيا. نيجي بعد كده الرئيس أردوغان اتكلم وقال انه معاهده سيفر 1919 ومعاهده لوزان 1923 المعاهدتين ظلموا تركيا وقال الناس اللي كانوا قاعدين بيمثلونا في مائده المفاوضات ما دافعوش عن حقوقنا يقصد كمال اتاتورك وعصمت اينونو اللي هو كان نائب اتاتورك ثم اصبح رئيس الجمهوريه فيما بعد قال انه الاثنين دول بدون ما يسمى الاسماء ان اللي حضروا المفاوضات ما دافعوش عن حقوق تركيا وبالتالي اتخذت اقاليم تركيه من الدوله التركيه وقال ان لو في واحد قاعد في جزر بحر ايجه اللي شمال اليونان وعلى صوته زعق شويه هيسمعوا اللي موجود في الجانب التركي وان ازاي يبقى الوضع بهذا الشكل وهذه الجزر تكون يونانيه ينبغي يعني ان تكون تركيه طبعا كلام رئيس اردوغان انه عايز يعيد النظر في معاهده لوزان وإنه بالتالي يعيد النظر في هذه الحدود أثار غضب اليونان اللي هجمت هذا الكلام وأثار غضب العراق وسوريا اللي هجموا هذا الكلام وأثار غضب المعارضة في الداخل فكتير جدا من المعارضة ردوا على أردوغان وقالوا لولا معاهدة لوزان ما كنتش بقيت قاعد على هذا الكرسي اللي هو عمل الجمهورية التركية المعاصرة ورد كمان حفيد عصمت إينونو وقال إن دي خيانة للتاريخ الا ان في جزء من النخبه والمؤسسات التركيه شايفين ان هذا الكلام مظبوط وان ينبغي ان تتوسع تركيا وانها ترجع مناطق ذات سياده عثمانيه في السابق في اطار مشروع تمدد او توسيع حدود الجغرافيه للدوله التركيه. يبقى اذا ممكن نصف ده بانه في طموحات او في اطماع بالنسبه لتركيا في المنطقه. لا سيما مع اكتشاف الغاز في شرق المتوسط لان منطقه بحر ايجا حضراتكم او الحدود بين اليونان وبين تركيا وبالتالي بقى انزل لغايه المياه المصريه كل هذه المنطقه الان اصبح فيها حقول غاز او تبشر بحقول غاز اكبر في المستقبل وبالتالي بقى في صراع في شرق المتوسط على حقول الغاز يبقى اذا الموضوع مش بس ذو بعد تاريخي متعلق بمعاهده لوزان أو إن إينونو وأتاتورك لم يدافع عن حقوق تركيا أو إن الموصل جزء من العراق طالما كان موحدا إذا بقاش موحد ترجع الموصل إلى تركيا مش فقط كل هذه المزاعم التاريخية إنما كمان وجود الغاز في شرق المتوسط أحيا الأطماع التركية من أجل توسيع حدودها إنما النقطة العلمية المهمة اللي بنقولها ونلح عليها ما فيش حاجه اسمها اتفاقيه دوليه او اتفاقيه ترسيم حدود تسقط بعد فتره او تنتهي بعد 100 سنه ما فيش اي وضع قانوني جديد في 2023 نتيجه مرور 100 سنه على 1923 اللي هي معاهده لوزان التي رسمت حدود تركيا المنطقه حضراتكم منطقه بحر ايجه اللي فيها دلوقتي كلام على ان بعض جزرها تعود الى تركيا إحنا بنلاقي تركيا الناحية دي شرقًا وهنلاقي إن اليونان هنا غربًا ودي منطقة بحر إيجة بحر إيجة فهنا في جزر كتيرة جدًا هنلاقيها في منطقة بحر إيجة الجزر بقى ديت هي مناطق جمالية رائعة من اجل المناطق السياحية اللي موجودة في جنوب أوروبا، وفي نفس الوقت هي برضو المناطق اللي بيجي منها السوريين في الهجرة. غير الشرعيه بعد الحرب اللي حصلت في سوريا فبقى بحر ايجا مكان لثلاث اشياء لثلاث امور الامر الاول اللاجئين اللي هم بياتوا من سوريا الى اوروبا الى اليونان عبر بحر ايجا السياحه جزر سياحيه رائعه الغاز فبقى الغاز والسياحه واللاجئين ده المثلث اللي خلى بحر إيجة يصعد في التفكير الجيو استراتيجي في العالم نشوف بقى وجهين لبحر إيجا نشوف الوجه الأول السياحة ثم نرى فيما بعد الوجه الآخر اللاجئين ده الوجه الأول لبحر إيجة. إنما في وجه تاني لبحر إيجا الذي ابتلع الكثيرين أثناء العبور هربا إلى أوروبا من ألمانيا إلى اليمن الجوع هو الوجه الآخر للحرب لما نشوف الحرب العالمية الثانية واللي حصل فيها هنلاقي أن كان في حالة من القحط والجوع الشديد جدا اللي كان موجود في الاتحاد السوفيتي أو في ألمانيا إما أنك بتحاصر مدن أو المواصلات معطلة أو ما إلى ذلك كان فيه ملايين الناس بيعانوا الجوع لما نقرأ مذكرات شرودر في طفولته ازاي كانوا كلهم بينتظروا وجبه واحده ازاي ناس في اوروبا اكلت اوراق الشجر بنجد ان الجوع هو الوجه المؤلم جدا جدا لاي حرب فضلا عن الموت وعن جراح المصابين في اليمن في ليبيا في غيرها لما نشوف اي مناطق فيها حروب كبرى او حروب محدوده حروب اهليه او حروب اقليميه بنلاقي ان فيه متاعب اقتصاديه كبيره جدا وإن مستوى الجوع وصل في اليمن الآن إلى مستوى كبير جدا وإن أكثر من نص السكان بيعانوا سوء التغذية أو عدم توفر وجبات للطعام. لما نشوف ونرجع الاتحاد السوفيتي أيام الحرب العالمية الثانية نلاقي مدن عظيمة لها تاريخ كبير جدا إلا أن هذه المدن جاعت تماما وكان ممكن مدينة كاملة لا تجد ما يدفع بها إلى الحياة أو يبقي على حياتها أكثر من يوم أو يومين. في فيلم قصير روسي بيبين حالة الجوع والتشرد والصعوبة اللي عاشها بعض السوفييت أو الروس أثناء الحرب العالمية الثانية. بيشوف مشاهد لأطفال بقوا مشردين وهم أصلاً ما كانوش قبل كده مشردين إنما نتيجة الحرب كلهم شردوا محدش بيعرف أهله فين، كام حد قتل اللي قتل من الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية 29 مليون قتيل فبنشبه هؤلاء الاطفال وهم بيتساءلوا بينهم وبين نفسهم ايه معنى الحرب؟ الحرب هتنتهي امتى؟ امتى ممكن ناكل؟ امتى نشوف انسان؟ ما هو الانسان؟ بداوا يطرحوا اسئله ما هو الانسان بعد الاهوال اللي شافوها من حرب الانسان ضد الانسان سنه واربعين في الحثة دين بيلاقوا بيت بيقولوا هو نتسول منه بعض الطعام الا ان صاحبه البيت عليهم الكلاب فبيجروا بيقابلهم بعد كده عسكري لكنه بيفاجئهم بالبعد الانساني اللي عنده وبنلاقي ان في رساله انسانيه كبيره جدا في هذا الفيلم عانى منه الناس في الحرب العالميه الاولى في الثانيه في حروب ما بعد الحرب العالميه الثانيه كله بيؤكد ان الحرب هي اكبر ماساه في تاريخ الانسانيه وان الحرب مش وجهها الوحيد فقط الناس اللي بيموتوا او المصابين اللي يبقوا انما ملايين الجوعى والمشردين والذين بلا ماوى او بلا وطن حفظ الله الجيش حفظ الله مصر